بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أنا بهذا الفيديو حأحكي عن الميزة الجديدة اللي رح يتم إطلاقها بأول شهر الخامس من عام 2015. هي ميزة الـ Pharmacy Training Game أو الـ PTG. صار الـ PTG طبعا هي عبارة عن ميزة تفاعلية فيها more interesting, more fun, while we are learning. إذا نحن ونحن عم نتعلم كل المعلومات الصيدلانية حنتعلمها بشكل أكثر متعة وفائدة، وحيكون بشكل جيم مثل ما قلنا. اذا المنصه هي تعتمد على الانترنت، فانت لازم يكون في عندك انترنت. في حال كان عندك جهاز بيدعم الاندرويد فهذا الشيء يعتبر مفضل اكثر، في حال ما كان عندك مثل هيك جهاز ففيك انت كمان تدخل هالجيم عن طريق اللابتوب، بس لازم تعبي الريجستريشن فورم يلي تم ارفاقه مع هذا الفيديو. اذا الرابط تبع الريجستريشن فورم راح يكون مرفق مع هذا الفيديو، بحيث انه يتم اطلاق الميزه راح يتم التواصل معك وارسال الفيديو يلي حيوضح لك طريقة استخدامها حتى لهالميزة بدءا من زيرو، يعني كيف انت تستخدمها، زائد الاندرويد اب في حال كان عندك اندرويد اب، لانه ضمن اسئلة الريجستريشن فورم انا واضع سؤال انه ترى عندك اندرويد اب ولا لا. في حال ما عندك راح تحصل على الاصدار اللي بيشتغل على اللابتوب. طيب لنقول انك انت دخلت الليفل الاول اللي نحن بنكون بعتينهم بشكل متسلسل، في ليفل 1 2 3 حتى يمكن يكون ليفل 100. ففي عندنا دائما معلومات جديده حيكون، فحتى الاندرويد اب اذا ميزته انه هو لايف اندرويد اب، اذا ما هو عباره عن لنقول 100 سؤال وبيخلصوا، لا، في عندنا دائما اسئله جديده وهي حلاوه الليفلز. مثلا بالنسبه لهذا الفيديو اللي انا عامله حيكون الليفل الاول حاوي فقط على 6 questions، لانه حيكون فيديو قصير، بينما الليفلز حتكون حاوي على كثير من الاسئله. واذا انت ما عملت ماسترنج لكل ليفل فما راح تنتقل للليفل الثانيه. طبعا انت ما حتشوف الليفلات المستقبليه اذا انت ما لك عامل الليفلات الاولى، راح تبلش ليفل 1 2 3 الى اخره. فمثلا حنبلش باللعبه. اوكي، مثلا دواء يعطى للام الحامل، مورفين، تتراسايكلين، كابتوبريل، او ميثيل دوبا. طبعا لنقول انك انت بتعرف ميثيل دوبا. اوكي، جريت، سويت. طبعا حلاوة انه هالجيم هي انه بتعطيك الجواب الصح مع فيدباك حول السؤال، وفي بعض الاسئله ما لنا عاملين فيدباك حولها، رح تكون في عندنا صيادله مميزين اكثر وعرفانين انه شو هو الجواب الصح، بحيث انه يعني ما يعرفوا دغري نتيجه الفيدباك. بس هو الميزه هي تعليميه اكثر، فانتم رح تستفيدوا منها ان شاء الله، حتى لو عدتوا الليفل اكثر من مره في حال ما عرفتوا الاسئله يلي بقيت معكم. فمثلا قلت في عندنا ليفل 1 فيه 100 سؤال، فانت مثلا جاوبت على 50 سؤال صح بس بقي عندك 50 سؤال، فوقت ترجع لليفل 1 ما حترجع تعيد ال 50 سؤال اللي جاوبتهم صح، وانما حانت تكمل ال 50 سؤال اللي ما عرفت تجاوبهم. اوكي، نيكست كويستشن. بالليفل 1 مريض سكري والنمط الثاني تناول جرعة عالية من الأنسولين فأدى هذا إلى تعرضه لنوبة انخفاض سكر الجلوكوز دم أو الهايبوغلايسيميا، هل يمكنك كصيدلاني إعطائه شراب 7 أب أو كوكاكولا أو بيبسي لرفع سكر الجلوكوز الدم؟ نعم أو لا. فمثلا أقول قلت لا. نايس تراي. تساعد المشروبات الغازية الغنية بالسكاكر المفسرة في رفع مستوى سكر الجلوكوز الدم بصورة سريعة، معناته كنت لازم جاوب صح. أوكي، نيكست كويستشن. طبعا مثل ما أنك شايف هون إنه صار في عندك جواب صح وجواب غلط، طبعا هن ستة بس الليفلات اللي وقت يتم اطلاقها حتكون فيها كثير من الاسئله. تترافق نوبه انخفاض سكر الجلوكوز الدم عند مريض السكري مع عده اعراض، منها شو؟ لا يدخل المريض بغيبوبه، الاحساس بفقدان الشهيه، تباطؤ في ضربات القلب او التعرق. طبعا التعرق. اوكي، سويت. حصلت طبعا على 100 كوينز. طبعا هي حلاوه اللعبه انه يلي بيجاوب على الاسئله بشكل مثلا السؤال الاول صح والثاني صح والثالث صح والرابع صح حيكون له الكوينز اكثر من شخص مثلا جاوب سؤال صح بعدين غلط بعدين غلط بعدين صح. فهي الكوينز كمان بتميز المتعلمين، يعني سواء كانوا students، سواء كانوا pharmacists، سواء كانوا حتى other healthcare providers، سواء كانوا طلاب طب أو أطباء أو حتى طلاب تمريض أو ممرضين. فهي معلومات دوائية عملتها بشكل game هتكون رائعة جدا وقت أنتم حتى تشوفوها. أنا هلأ عامل هذا الفيديو لحتى أورجيكم يعني مثل مثال عنها. تلاحظ اعراض نوبه انخفاض سكر الجلوكوز الدم عندما تنخفض مستوى سكر الجلوكوز عن تركيز، مثلا نقول 50. نو، نايس تراي. طبعا مثل ما كنتم شايفين هذا السؤال ما فيه فيدباك، فانت لازم ترجع تحاول تعرف شو هو الجواب الصح. هل يعتبر الاستروجين الجائل في مجرى الدم ذو تاثير دوائي؟ طبعا نقول لا. اوكي، اميزنج.
لا يمكن اعتبار المواد داخلية منشأ مواد دوائية إلا عند إعطائها في تكبير حالة مرضية معينة، مثل مثلا مصدرات الأستروجين المستخدمة بمناعات الحمل الفموية. Next question. طيب سؤال سادس، هذا مريض يعاني من صدمة قلبية وكان عندنا مستحضرين، مستحضر جينيريك مثل ما انتم شايفين بيعطي تأثيره خلال 40 دقيقة، في حين انه في عندنا مستحضر براند لنفس المادة الدوائية الفعالة بس بيعطي تأثيره خلال 5 دقائق، فأنت كصيدلاني شو بتفضل هون؟ طبعا حتفضل أنت البراند ميديكيشن، ليش؟ لأنه هو عم يعطي التأثير خلال 5 دقائق والحالة اللي عندنا هي حالة حرجة، فهو معقول يستنى 40 دقيقة. سوبر سموث، حصلت على 200 كوينز. What do you think؟ طيب هل يا ترى يوجد فرق بين مستحضر براند ومستحضر جينيريك لمادة دوائية فعالة إلى تأثير مسكن للألم وضاد الالتهاب؟ تعطى لمريض يعاني من آلام مفصلية بحيث الدواء الجينيريك يعطي تأثيره خلال 45 دقيقة في حين يعطي البراند تأثيره خلال 40 دقيقة. طبعا أنتم هون عبارة عن سؤال ما له جواب، وإنما أنا وضعته What do you think؟ يعني عشان أنتم تفكروا بهالشغلة هاي لوحدكم. ففي عندنا حتى هون احيانا بتلاقوا شيء بسموه هند، بتكبسوا عليها بتلاقوا يعني معلومه بتساعدكم بالاجابه على السؤال في حال كان صعب شوي، او بتلاقوا هذا الرمز اللي هو اسك. ففي حال كان عندك اي سؤال فانت بتسال هون، مثلا ما هو الجواب الصحيح؟ مثلا لو ما عرفت انت هذا السؤال اللي انا طرحته تعمل سند فانا حيوصلني. اوكي، هي حلاوتها انه انا وياكم موجودين بهالبلاتفورم التفاعليه اللي هي عباره عن فارماسي تريننج جيم، و في حال انت مثل ما قلنا ضل عندك مثل هون كويستشنز ما عرفت جوابهم فانت حتعمل فينش بشكل جيم فيرست اتيمبت بونس، لانك اول محاوله انت عملتها حصلت على 66% من السكور، فحصلت على 1000 كوينز كبونس، ولكن انت ما قدرت تعمل ماسترنج لهالليفل هاي فما رحت انت لليفل 2، فلازم انت ترجع بتحاول تجاوب على السؤالين يلي بقيوا. فمثل ما لك شايف اللعبه ذكيه جدا وبتعرض لك فقط الاسئله يلي انت ما عرفت تجاوب عليها. هون حكينا انه مريض سكري نمط ثاني هل يمكن اعطائه؟ فقلنا اوكي يس فينا نعطيه 7 اب او كوكا كولا. ف مثلا نقول نعم يس مو جود، بس انتم كلكم شايفين الكوين صارت اقل لانه هي محاوله ثانيه. نيكست كويستشن، طبعا هو السؤال الرابع كان ما عرفنا نحله، لنقول 70 ميلي جرام. اوكي جود، سو هيك احنا بنكون خلصنا الكويز، جاوبنا على 6 اسئله توبيك ماستر، وبالتالي هون حصلت على 2000 كوينز. فانت هلا تخطيت الليفل 1، طبعا كيف حتوصل لك ليفل 2 و 3 4 5 او 100 او وات ايفر؟ طبعا بيطلع عندي انا انه انت اتميت المرحله الاولى او الثانيه او العاشره، فبتوصل لك دايركتلي المراحل القادمه، علما انه كل مرحله لها ديدلاين مثلا اسبوع او اسبوعين او ثلاثه او شهر او يومين على حسب الليفل، وخلالها لازم انت تكون عامل سبميت لهالليفل هاي لحتى تبقى مستمر معنا. فهي هي كانت الميزه الابداعيه الجديده وهي اخر ابداعاتي اللي عملتها الفارماسي تريننج جيم، بالمستقبل حتتذكروها باسم البي تي جي، وحتكون متوفره لطلاب صيدله العرب والفارماسيست والاطباء وطلاب الطب الممرضين وطلاب التمريض ايضا، بالاضافه انه انا كمان حيكون لها فيرجن ان انجلش لانجويج، طبعا حتكون موجهة للأجانب إن شاء الله. فهي آخر الإبداعات اللي أنا عملتها، والفكرة إن شاء الله تعجبكم جدا لأنه more interactive more fun in learning. okay وقت تم إطلاقها راح نخبركم كيف تقدروا تدخلوا عليها، بحاجة لليوزر نيم والباسورد، طبعا نحن بعت لكم يوزر نيم والباسورد، بس لازم تتعبوا الريجستريشن فورم الخاص بهال تسجيل على هالميزة الجديدة البي تي جي أو الفارماسي تريننج جيم. طبعا في عنا رابط حيكون ملحق بهذا الفيديو، حاوي على الريجستريشن فورم فيه الاسم الكامل، تحطوا الفيرست نيم بالانجلش لانجويج واللاست نيم بالانجلش لانجويج والايميل والفيسبوك نيم موبايل نمبر، اذا كل الاشياء بتحطوها، وبعد ما يتم اطلاق الميزة خلال شهرين من هذا الفيديو على اول شهر الخامس 2015 ان شاء الله حيوصلكم ايميل. في حال ما وصلكم ايميل فانا حاطط رابط الفيسبوك تبعي والايميل، ففيكم انتم تراسلوني انه ما وصلنا الاب او ما وصلتنا اللعبه فكيف نحن فينا نحصل عليها. اوكي، تاكدوا من كتابه الايميل بشكل صح او اسمكم على الفيسبوك بشكل صح، والا يعني اذا كان الايميل غلط راح توصل رساله لشخص ثاني مثلا، فما راح تعرفوا انتم شو هي طريقه حتى دخول للجيم هي اللي هي اونلاين جيم اونلاين فارماسي تريننج جيم تي جي. ثانك يو فور واتشينج، كان معكم صيدلاني السريري رامز الاطماني، اند سي يو سون.